ما زلنا متواصلين معكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد. قبل الختام مع الدكتور ميس القدومي تحدثنا أنه راح يكون ضيفنا الدكتور عامر السواعير، أخصائي تداخلي، طبيب قلب تداخلي على وجه التحديد، تزامنا مع يوم الصحة العالمي. أحبتنا، إذا تحدثنا عن العمليات الجراحية تحديدا بعمليات القلب، الشبكات، الذبحات الصدرية، في إجراءات ما قبل ذلك أحبتنا برسائل توعوية وصحية وطبية من خلال الدكتور عامر السواعير راح يتحدث عنها كإجراء يعني وقائي، بدءا برسالة عبر التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. أرحب بك دكتور وأسعد الله صباحك. صباح سيدي. الخير سيدي، شكرا لكم للتلفزيون الأردني ومنورين أنتم كمان، وإحنا جاهزين إن شاء الله نقدم معلومة الله يخليكي اللي يعني تكون بطريقة سهلة لأخونا المشاهد. اسمح لي بداية خليني بس أعرج على موضوع أمراض القلب ونسبتها صراحة مقارنة مع أمراض الأخرى. طبعا بأمريكا كل 4 وفيات تشكل وفاة واحدة سببها أمراض القلب، شوف النسبة قد إيه. إحنا بالأردن تقريبا كل 4 وفيات وفيتين يكون السبب أمراض القلب. في دراسة لوزارة الصحة بال 2011 كان تقريبا 40% من أسباب الوفاة أمراض قلب، يعني كل 100 شخص 40 شخص سبب الوفاة أمراض قلب. هو للأسف لحد الآن عالميا تعتبر من المرض المميت يعني، وللأسف اللي بدأ يعني شوية أكثر من نهاية السرطان. الأسبوع نخوف الناس أنه توعوي بصراحة. نعم صحيح. أنه 50% من الأشخاص اللي سبب الوفاة يكون أعمارهم أقل من 50 سنة، وللأسف الشديد هذا طبعا دلالة أنه لازم نصر على أنه يكون حتى موضوع حملة وطنية، زي ما بنعمل حملة وطنية عفوا سكرينينج لأمراض السرطان والأمراض المزمنة، يجب التركيز على أمراض القلب وخطورتها. وزي ما أنتوا سمعتوا قبل فترة كل يوم وفاة مفاجئة، طبيب فني، ممرض، كثير شاب، يعني شاب. احنا نتحدث عن شاب، عن الموت المفاجئ، الموت المفاجئ، واحدثهم يعني الدكتور المرحوم محمد الحبشي يعني صديق الكل وزميل كان معنا بالتلفزيون الاردني فعلا. وهذا نركز، انا كان الهدف يعني بعد اذنكم انه المسج انه فعلا يجب ان يكون توعيه شامله على مستوى المدارس، الجامعات، الإذاعة، التلفزيون عن موضوع أمراض الأسباب دكتور. نعم. يعني إحنا بنقول مرات الأسلوب الغذائي، الوجبات صحيح. السريعة، الزعل، التوتر، القلق، بالضبط. يعني كيف ممكن نتعامل أو نتعاطى؟ ما هو ما في حدا إلا ما بيزعل أو بنقهر أو بيغضب، يعني كيف نتعامل يعني مع قلوبنا صحيح. في هذا سؤال كثير مهم. هو إحنا في عنا عوامل رئيسية وفي ثانوية. طبعا إحنا أول شيء لازم نهتم بالعامل الوراثي، يعني أنا صراحة في مرضى يجون يكون عندهم سكر وضغط ومدخنين، نسبة منهم شرايينهم تكون طبيعية، إحنا ما بنسويها قاعدة. العامل الوراثي مهم، يعني أنا لما يكون عندي في بالعائلة شخص أصيب بجلطة قلبية على عمر 40 سنة، يجب أنه أفراد العائلة الأخرى تلقائيا يراجعوا طبيب قلب ويتم إجراء الفحص. المعلومة مهمة جدا لأنه فيها جانب وراثي، يعني الجانب الوراثي. أنا متذكر وأنا طالب طب بالجامعة الأردنية كان عملوا سكرينينج على العوامل تؤدي أو أنك أنت تكون عندك قابلية يصير عندك لا سمح الله جلطة، من بحث عن يسموها بروتينات الدم، نقص في بروتينات الدم، مثلا بروتين سي، بروتين أس، بروتين بالدم نقصوا عند هذول الأشخاص بالعائلة وراثي يكون، معناته هذول العائلة مهددة أنه أو مهيئة يكون في عندها. طبعا ننصح المريض بعد زي السكري، السكر طبعا هذا السكر يعني هي عوامل ثانوية له عامل وراثي، لأنه يعني حتى أمراض السكري قصدي يعني. أعطيك معلومة مهمة، في دراسة الأطباء الأردنيين قدموها قبل فترة بمؤتمر عالمي بدبي، كان كل 10 مرضى يصابوا بأعراض قلبية سواء ذبحة صدرية أو جلطة قلبية، 7 من 10 سكري. تخيلي 7 أشخاص من العشرة معهم سكر. فالسكر زي ما تفضلتي عامل طبعا عامل مساعد مهم وثانوي، هو عامل يعتبر ولكن يعتبر من العوامل الرئيسية. التدخين، التدخين طبعا يعني اللي يحرق سيجارة يحرق قلبه قاعد مباشرة، بشكل مباشر. أنا رايح أعرض صور هون عن صور شرايين المدخن، أنا متأكد المدخن لما يشوف صورة شرايينه
انا الان راح نستعرض هاي نستعرض هاي طبعا القلب الشرايين هاي البيضه وهي هاي اللي عفوا خلينا نحكي بهالمصطلح بتغرب صاحبها اذا ما انتبه هاي لها. قلب مدخن لا هذا قلب طبيعي هاي الشرايين اي اعتلال بالبي في صوره ثانيه اذا سمحتوا هاي الصوره شوف المنطقه السوداء هاي انه اذا اصيب الشخص بذبحه صدريه او جلطه طبعا يصير بلوك بالشريان الاحمر لما يصير بلوك المنطقة مباشرة تصير سودة تخيلوا تكون حمراء تصير زي كأنك تحرقها حرق يعني حرق فطبعا نتيجة الإصابة حسب موقع الشريان يعني كل مكان بالشريان رئيسي مقدمة الشريان النتيجة تكون صعبة صراحة طبعا الأعراض أنتم بتعرفوها أعراض القلب والكل يعرفها وجع بالصدر تعرق أنا ما بدي أصل لمرحلة الهدف الكل يقدر يطلع على النت ويعرف شو اعراض الذبحه الصدريه عفوا احنا بدناش ممارسه فعليا بديش انا اصل لمرحله انه انا تصير معي الاعراض وممكن ما الاقي امبولانس ممكن يكون بالزبط. انا بمكان بعيد دكتور ما هذا اللي عم بيصير يعني وكثير حالات من اللي بنسمع انهم اصيبوا بذبحه صدريه او نوبه قلبيه او جلطات او انسداد صحيح. شرايين بيموتوا فورا حتى بيقولوا مرات يعني بسياره الاسعاف ما لحقوا طب قد ايه الوقت اللي بتاخده الذبحه الصدريه او الذبحه الصدريه يعني احنا بالنسبه لعضله القلب تتحمل تقريبا يسموه الجولدن تايم الوقت الذهبي من 30 دقيقه الى 1 اور لساعه هذا الجولدن تايم يعني إذا أصيب الإنسان بجلطة لازم خلال ساعة من بالكتير يكون إيش مفتوح الشريان عفواً أنا أحكي بالعاصمة يكون تداخل جراحي مباشر تداخل بالقسطرة يعني ليش لأنه أنا هاي صورة أخرى دكتور هاي طبعاً يا أخوان اللي هي الشريان من جوا شوفوا الدهون كيف هاي الصفرة دهون الدهون تخيل يسموه بلاك اللي هو البيردن يعني أنه قديش هذا يعود لطبيعة التغذية الآن طبعاً الدهون هذا يعني الدهون والممارسات تخيل أنت شوف الدم طبعاً الدم يمشي الكريات الدم الحمراء هاي طبعاً الصورة للشرايين وكيف إحنا نعمل نيكست والله بليز هاي طبعا زي ما حكينا الاعراض اللي احنا ما بدنا كل واحد يصير معه تشست بين انه يصل لمرحله عنده جلطه نحاول قدر الامكان انه يكون عنده توعيه بالاعراض وممارسه الامور قبل ما تصير يعني اللي بحس بوجع طبعا هاي الصوره انا بس احب انه الستات شويه يختلف عن الرجال بالنسبه للاعراض نعم. يعني الست ممكن تجي بسوء هضم تجي لك بدوخه مليت يسموه اعياء تعب مش انه وجع تختلف اعراضها عن تختلف اعراض بس هي عند السيدات اقل دكتور ولا السيدات نسبيا تحت ال 50 هاي الصوره دكتور اظهر هاي شوف هاي انه انا بس ثواني بعدين ارجع على السيدات هاي الشريان عند السهم اليمين يكون مسكر كامل واحنا لما نقوم بفتحه طبعا يصير لازم خلال الساعه الاولى من اصابته يتم فتح الشريان وزي ما انتم شايفين على السكرين الثاني اليسار رجع الشريان كامل فتح سؤالك بالنسبة للستات تحت الخمسين دائما دي are protected محميات نتيجة للتركيب الهرموني عند الست بس مش كل واحدة تحت الخمسين معناته مش معرضة لأنه نرجع أخ مجهم على موضوع العامل الوراثي أنا إجتني ست حامل pregnant وعندها يعني أو دخلت على المستشفى عفوا وصيبت باحتشاء في عضلة القلب حامل تخيل لأنه العامل الوراثي عندهم عالي فأنا يهمني العامل الوراثي الأسرة تهتم هذا سبب هذا الأمر نسبة الرجل للمرأة الرجل أكثر من المرأة بس بعد الخمسين دي آر إيكول بنسبة بعد الخمسين زي بعض يتساووا لأنه بعد انتهاء المنس يعني المنسترول سايكل بيصير الرجل والمرأة على خط واحد بموضوع العودة على موضوع الفترة أو الذهبية اللي هي الساعة وهي مهمة جدا تحديدا لشبابنا أحبتنا بما يتعلق بالذبحة الصدرية أو بالجلطات إلى آخره الكل بتحدث إنه الشاب إذا أصابه يعني ذبحة صدرية بقول لك خلال دقائق ليش؟ وبربطوها بشيء يعني يتحدث به شعبيا هذا التسمية الشعبية ما بين قوسين إبرة الحياة صحيح. أو ما لا أعلم إذا هذا معتمدة لديكم هو سيدي سؤال كثير مهم طبعا ليش الوفيات دائما عند الشباب يعني العمر بعد الستين حتى لو يصاب بجلطة بتحملوها. يتحمل لأنه سبحان الله بعد الستين يصير قنوات جانبية ما بين الشرايين الرئيسية يسموها الكولاترالز هاي عند الشباب ما تكون موجودة الشاب يعتمد على ثلاث شرايين رئيسية أي خلل بالشريان ما فيش مجال يفتح الشرايين المساعدة فتكون ضربته قاتلة دائما إبرة الحياة المسمى اللي هو طبعا هو الحياة والموت عند رب العباد هي التسمية الشعبية كما يطلقوا عليها طبعا احنا بالأردن الحمد لله رب العالمين المستوى الطبي صار عندنا كثير متقدم العاصمة عمان طبعا لها الفرصة الأكبر صراحة والآن باتجاه الشمال الخدمات الطبية عندهم بأيدون في قسطرة بالعقبة في قسطرة
إبرة الحياة تعطى للمرضى اللي لا يكون هناك في عندي فاسيلتيز يعني انه امكانيه اجراء قسطره. اي مستشفيات البريفيرال، المستشفيات اللي بخارج عمان تعطى ابره مباشره، طبعا 50% ممكن تفيد المريض و50 ما بتفيد. مش كل واحد ياخذ ابره معناته نجا من الذبح الصناعي. الصراحه هو الحل الوحيد بي سي اي اللي هو يكون اقرب مركز تداخلي لفتح الشريان. نعم. نكمل مع الصور. الصور طبعا زي ما حكينا هذا الشريان من جوا داخليا كيف يكون الدهون مع الكوليسترول مع الخلايا الملتهبه انفلاماتوري سيلز. نيكست بليز. والله انا حابب طبعا الامبولانس لازم كل واحد يحفظ 911. احنا هاي علمونا اياها احنا طلاب انه اي واحد يصير معه تشست بين مش يشاور حاله وبيصير يحكي له مرته شو رايك اعطيني شربيني كذا، اي الم خطير لا بحكي مع الدفاع المدني. والحمد لله رب العالمين عندنا الدفاع المدني كثير مؤهلين، شكر لهم صراحه لانه كثير انا بتعامل يجيبوا حالات على المستشفى. مين اللي قدم هذا انعاش؟ طبعا هذا الصدق مرات يكون توقف القلب زي ما تفضلت يا اخت نسرين انعاش، واذا وصل للمستشفى ممكن بالطوارئ بالامبولانس ممكن يعطى اذا كان مجهز يعطى وتفيده. مش ما بنفيدنا ما بنيأس انه وقف بطل يتنفس معناته خلص الامور، لا لازم انه ناخذ بالامور يعني خلينا نحكي. والله انا حابب الاستاذ جمعه اذا بسمعنا الان موضوع صوره القلب للمدخن، يعني رساله مهمه. نعم هاي طبعا المخطط مهم جدا يفيدني انا كطبيب قلب تحديد مسار الجلطه وين اقدر ادخل اللي بعديها. هلا مرات دكتور بيكون التخطيط نورمال نيكست بيكون تخطيط صحيح. القلب في الطوارئ طبيعي وانه ما في مشكله وهي مرات من الاخطاء اللي بتصير صحيح. بس هون شطاره الطبيب بشوفه نورمال بس بيقول لازم اعمل قسطره. على فكره اسئلتكم انتم ذكيه جدا ما شاء الله. يجينا للمريض تخطيطه وانزيمات القلب ويراجع الطوارئ وللاسف في مال براكتس يسموه سوء، يعني خلينا نحكي انه يجي على الستيشن على الامرجنسي على الطوارئ ويشكي نعمل له تخطيط نعمل له انزيمات القلب نيجاتيف يتروح المريض على باب على اشاره او على الباب كل لابس المريض. فلازم اهتم بالسبجكتيف ايفيدنس يعني شكوه المريض. المريض والله المريض او البادي لانجو يعني الاعراض اللي شكرا. بتشوفها انت بتقيمه اللي هي الاعراض الوجع الصدر الحاد التعرق الابريهنشن يصير عنده خوف. المريض لما يجي على الطوارئ يكون قلق يعني سبحان الله هاي من ربنا يعطي الشخص انه تحرك روح ابحث عن المشكله. فمهم جدا زي ما تفضلت انه لازم حتى الاعراض نعطيهم وقت يسموه تشست بين يونت. تخيلي بالدول المتقدمه وحده فقط للتشست بين لوجع الصدر تكون بالطوارئ مفصوله 10 اسره بخليه ساعه ساعتين وبعيد له الفحص وبعدين لانه كثير صراحه هاي الجزئيه تحديدا بالمناسبه تعود لكم كأطباء وهنا يكمن عامل الخبره صحيح. بالمناسبه لا يعتمد فقط على التشخيص من خلال التخطيط. شوف احكي لك طبيب القلب سيدي لازم يكون عنده كومن سنس يسموه يعني يعني يكون نبيه لمريضه يعني بلغه فقط مش انه تخطيط لازم يكون في عنده زي ما تفضلت سنس انه يعرف هذا المريض فعلا بحاجه مع الخبره مع الخبره ومهمه جدا في نعم. بس حاب اوري صوره الشرايين المدخن. طبعا هذول الفحوصات مهمه انا بحكي على السكريننج هذا التخطيط دكتور هذا اللي هو فحص تريدميل فحص الجهد يعني انا بحكي كثير ناس يخافوا يراجعوا طبيب قلب او الهولتر. يا اخي تعال طبيب القلب اعمل فقط فحص جهد ايكو اطمنك على امورك اقول لك كل سنه. طبعا هاي صوره مبدئيا الحجم القلب اللي على الشمال الطبيعي الحجم القلب غير طبيعي بالصدفة بتكتشف. شوفوا أنتوا الحجم اللي على اليمين عادة كبير وهذا قلب غير طبيعي. مجرد صورة أشعة إذا الشخص عرف هذا الكلام لازم يراجع طبيب قلب مش يطنش الأمور. نيكست هذا الإيكو فحص الإيكو اللي هو والكل يعرف الإيكو. الإيكو اللي هو عبارة عن فحص ألتراس اللي هو سونار للقلب برضو أشخص عضلة القلب الصمامات نتابع المريض فيها مهم طبعا. هاي الشرايين برضه الصوره في بعض الاشخاص يخافوا من موضوع القسطره فنلجا لموضوع الصوره اللي قبل هي صوره اشعه نعملها للشرايين. طبعا الادويه هاي للعلاج بس انا حاب اوصل معلومه اللي هي شرايين المدخن هاي الاسبرين والادويه انه الواحد يلتزم فيها. اخت نسرين لازم الاسبرين يكون موجود بالبيت بالسياره بالمكتب مهم جدا.
طب دكتور يعني هي الشبكه هاي الاسبرين ممكن عشان نحمي زي ما قلت انه الشباب كمان ما بتحملوا الجلطات زي الكبار السن الشخص الطبيعي نعم. فممكن انه ياخذ بيبي اسبرين إذا مثلا زي ما حكيت لك اذا كان في مش الكل ياخذ بيبي اسبرين مش له مضاعفات طبعا له مضاعفات نزيف وقرحه بالمعده بس انا بعطي اللمين للاشخاص اللي عندهم قابليه يصابوا بجلطات يعني واحد عفوا عنده سمنه سكري مدخن طول النهار حركته قليلة حركته فاميلي هيستوري عنده في بالعيلة بالعيلة هذول على الأربعين أنا ستارتهم أبلشوا على بروتكتيف اسمه اللي هو الوقائي الأسبرين بيبي أسبرين مهم جدا هذه الشرايين المدخنة هاي لا الشرايين غير النكس الصورة الأخيرة راح تكون لا في صورة أنا لا لا الصورة اللي قبل الأخيرة والله بليز نرجع لورا بالمناسبة على موضوع يعني أخوف فيها نهاية الأسبوع لا قبل ما نختم يعني بهذه الرسالة قد تكون مزعجة لدى البعض صورة الشرايين الكوليسترول والدهون للأسف في مفاهيم مغلوطة لدينا سيدي لا. أو دكتور منكون بوليمة أو صحيح. يعني بجلسة غداء أو عشاء وناكل من يعني ما لذ وراء نسافر يتحلى بالكنافة وسبحان الله عند موضوع المشروب الغازي منقول لا بدنا يا دايت أو قهوة طب ما أنا قبليها ما كنت 2 كيلو كنافة وقبليها نص صدر منسف سلوك الغذائي يعني أخ مجحم مهم جدا إحنا للأسف نكابر يعني يجين المريض توكل لا والله ما بوكل تلاقيه هو زي ما تفضلت يعني كنافة وحلو ومنسف وبيطلب فنجان قهوة بدون سكر أو بيبسي دايت طبعا هذا غلط كامل السلوك الغذائي أنا دائما أنصح أنه زيد عدد الوجبات ما بدي وجبة رئيسية ونقلل الكمية يعني أنا خمس وجبات مثلا باليوم أما أنا للأسف إحنا معظمنا الصيف راح يكون طويل يتغدى وبينام صح ولا لا القيلولة طبعا لما يكون سحب له منسف أو وجاي رمضان كمان بدها تروح لبعد المغرب ويصحى وتلاقيه مزاجه ويدخن ويعني كل السلوك الغذائي كثير يعني أثر مهم جدا طبعا هي أنا حاط صورة هون على السي فود وجدوا أنه معظم اللي يعيشوا على البحر ويأكلوا سي فود نسبة الإصابة بأمراض القلب أقل من الناس الجبليين أو الناس اللي خلنا نحكي يأكلوا اللحم اللحوم إن شاء الله نشجع إحنا مش هاي تشجيع على السي فود بس مهم السي فود يعني مرة بالأسبوع very important عشان الكوليسترول كنت حاب بس في صورة للشرايين المدخن هلا الان هاي الاستاذ جمعه هلا بنشوفهم هاي القلب لا هذا القلب القلب لازم يكون هيك دائما حيوي وينبض طب القلب لما يحب يا دكتور بتعب ولا بشفى هسا يحكي لك انه دائما الافراط في الاشي يعطي نتيجه حتى الضحك كثير سبحان الله ياثر على الادرينالين هرمون يسموه الادرينالين ياثر على القلب تسارع القلب السليم اذا ما في شيء بالشرايين ما في مشكله يعني في بعض الحالات سجلت يقول لك الشخص كان يضحك وتوفى طبعا مش قاعده ولكن القلب اللي يحب طبعا اكيد انه يكون هاي الصوره بصراحه مزعجه هاي مزعجه ولكن مهمه شوف البلاك الاريا يكون الدم القلب طبعا القلب ما يعني تخيل انت 24 ساعه يختلف عن كل اعضاء الجسم يعني 24 ساعه هو ضخ اذا توقف لا سمح الله او بلوك بشريان منطقة سوداء وهاي أتوقع أنها تأثر بتزيد على المساحة دكتور مع الوقت مع التدخين مع الأرجيلة المساحة السوداء بتزيد شوف أنت هون مثلا المنطقة وسط الشريان إذا كان الشريان بلوك على المنطقة الأمامية أو الجذعية ممكن كل المنطقة تصير سوداء ويروح من المريض صراحة طبعا الحمد لله العلم تطور الآن وصار عندنا يعني تداخلات بحيث أنه بديش أقول نسبة عالية ركبوا شبكات صار الآن الشبكات القلبية حلت كثير مشاكل وعمليات القلب بالأردن ولكن زي ما حكيت أنا يهمنا أنه التوعية حتى ما نصل لمرحلة لأنه حتى الشبكات والأمور هاي مكلفة على الدولة مظبوط بس تحمي دكتور الشبكة من طبعاً من الجلطة الآن نأخذ نسين في شبكات ذائبة يعني الشبكة أنا ما بدي أعمل شبكة ما مش مثل مش معدن شبكة مع الوقت في دراسة بتديسفولف يعني بالذوب وكأنه المريض ما عمل قسطرة الرسالة اللي أنت بتقول نعم. قد تكون مخيفة يعني بنهاية حديثنا صحيح. قبل الختام ما هي؟ الرسالة أول شيء إحنا نتمنى نهاية أسبوع طيبة للكل كل إنسان يجب أن يكون طبيب نفسه والوقاية خير من العلاج الشخص يجب أن يوازي سلوكه الغذائي الرياضي السترس قدر الإمكان صح إحنا نعيش بحياة سترس ولكن أنا برأيي أنه يجب أن ننتبه لصحتنا بمراجعة طبيب القلب دوري يعني كل سنة زيارة واحدة أخ مجحم أخ نسرين وأي أمر توعوي نحضر البرامج
ونسأل، ما بنظل ننتظر لما تصير معنا لا سمح الله المشكلة. طيب بس لأنك حكيت دكتور عن الرياضة، في مرات كمان ناس بيبذلوا مجهود كبير برضو بتعب قلبهم. صحيح. وكتير سمعنا قصص، وآخرها حتى كان وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، هو بيمشي على تريدميل بركض. يعني إضافة لكلامك، في بعض اللاعبين يدخلوا ويسجلوا بنوادي ويصير صدن دث وموت مفاجئ خلال، لأنه لابد من أنه قبل ما أروح على الرياضة إحماء وأراجع الطبيب أنه أنا فت، أنا رجل أقدر أعمل رياضة أو لا، وشو طبيعة الرياضة بالضبط. يعني في رياضة أنا مطلوب مني هسه الرياضة اللي أنا سهلة أنه أمشي أنا 2 كيلو ثلاث، يعني خلينا نحكي 3 تايمز بير ويك إذا في مجال، يعني مشي جست ووكينج، ما بدي أنا تريدميل، أمشي كيلو لاثنين كيلو ثلاث أيام بالأسبوع تكون يعني هنا نعود إلى المربع الأول دكتور، موضوع الثقافة والتوعية لدى الفرد. نعم. يعني ذكورا أو إناثا. نعم. بالرياضة، بالحمية الغذائية، بموضوع التدخين. يعني هذا ترى ما بده يعني ثقافة التدخين. صحيح. هذا آفة سامة يعني وحارق. صحيح. للقلب كما تفضلت. الشكر موصول لك دكتور عامر السواعير، أخصائي قلب وطبيب تداخلي أيضا. الله يشفي كل المصابين. وأنا بصراحة أحبتنا موضوع الذبحات الصدرية لدى فئة الشباب أصبحت مقلقة لدينا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد فقدنا طبيب أيضا خلال الأيام الماضية عزيز علينا دكتور محمد الحباشني بعمر الورود. فياريت أنه ندير بالنا على صحتنا وعلى أكلنا ونبتعد عن هذه الآفة السامة وهو التدخين. في معنى تقرير نسرين أيضا للزميل محمد الحربي بمتحف الأردن، حلمي للسلام، وإخراج الزميلة نزهة الزغول.